صباح الخيرات عن جديد. سنة عن سنة بيتغير بهالعالم كتير أمور كنا متعودين عليها قبل. فمثلا التسوق صار فينا أو صار عنا خيارات إنه ما ننزل على السوق ونكتفي بالتسوق على الإنترنت وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي. فكتير سيدات بهالوقت عم ينشئوا مشاريعهم التجارية الخاصة على الفيسبوك على الانستغرام كوسيلة لكسب الرزق والترويج لمواهبهم وحتى الربح منها. هلا إذا بطريقة سليمة وصحيحة وعم يعرفوا إنه يخدموا الزبون ليه لا، ولكن ما لا نصيحة بهالأيام تتسوق أونلاين من صفحة ما لا مضمونة. صحيح، بيجيك المقاس غلط، بيجيك الكواليتي غلط، بيكونوا مصورين القطعة بشكل كتير مبالغ فيه، ما نصور واقع بعدين تجي على الواقع بتنصدم. ولضمان نجاح هذا المشروع، مشروع التسويق أونلاين، لازم تعرف كيف ممكن تمتهن يعني مهنة الماركتينج أونلاين إلى أصول وقواعد. صحيح. وبعد التسويق الناجح بيحتاج لمتطلبات عديدة لازم تكون موجودة بمشروعك، لأنه وبلا شك السمعة الجيدة المبنية على أساس صحيح تضمن الاستمرارية، أما السمعة السيئة لصفحتك أو موقعك الإلكتروني ممكن يخسرك كتير. بخبرية اليوم رح ساعدكم شوي نأخذ عدة نقاط نستأنس فيها لنبني مشروعنا أونلاين خاصة بالتسويق وبالماركتينج. النقطة الأولى التحلي بالشفافية. العديد من العلامات التجارية ممكن تلجأ لخداع عملاء لتزيد المبيعات، فمثلاً ممكن يكون المنتج ما بيشبه الصورة يلي البائع عرضها على الصفحة وغيرها الكثير من الأمثلة. ولكن لازم ما تنسى أبداً إنه المعلومات على الإنترنت بتنتشر كالنار بالهشيم، وأي شخص بينزل شكوى على صفحتك أو على منتجك يعني بيكون عمل لك ترند سلبي، ممكن يمنع عدد كبير من الناس تطلب هذا المنتج أو الخدمة. النقطة الثانية، حول عملائك إلى زبائن أوفياء. ما في شك إنه الزبائن هي بتروج لحالة لمنتجك، وهذا موضوع بيساعدك بتطوير تجارتك على الإنترنت أكثر من إنه تعتمد على الترويج بطرق أخرى، يعني ماركتينج باي ماوث هيك بنسميها نحن، لأنهم رح يروجوا للمنتج بمصداقية واندفاع أكبر. ولحتى تطور هالنوع من الزبائن ممكن تلجأ لتقدم لهم عروض وبرامج خاصة، مثلاً بيختار الفيسبوك مين أكثر تفاعلاً وهن أنت تختارهم وبتقدم لهم كادويات. النقطة الثالثة، الاستجابة بشكل سريع وفعال. صحيح إنه البائع ممكن يواجه ضغط كبير على صفحته لأوقات معينة، بس هذا ما بيمنع إنه ترد على عملائك بسرعة، وما بيعني إنه أنت تتأخر بالرد لأسبوع أو أكثر. وإذا عميل سأل أسئلة ليتأكد من جودة أو تفاصيل المنتج، خلي ردك هادئ وكون صبور، لأنه الردود البطيئة والجافة هي أسرع طريقة لخسارة السمعة الجيدة. رابع نقطة، اطلب المساعدة. يا أخي إذا شعرت أنك بحاجة لمساعدة وأنك ما بتقدر لحالك تحقق أهدافك بالترويج الأونلاين، لا تتردد أبداً بالاستعانة بالخبراء أو الأدمنز بالسوشيال ميديا، خاصة خبراء التسويق الإلكتروني. هذا الموضوع رح يساعدك تركز على استمرار مشروعك وتنفذ المهام الأخرى بطريقة أكثر فاعلية. خامس نقطة وأخيراً، المثابرة والثبات هن من أهم عناصر النجاح لتطوير سمعتك على الإنترنت. يعني ما بيكفي أنك تلتزم بالرد السريع لشهر أو شهرين، لازم تكون متأكد أنك قادر تستمر إلى مدى طويل. لحتى تصير هالصفة المهمة مرتبطة باسمك وباسم منتجك دائماً. كثير من الناس بيقول لك أنا بلشت مشروعي أونلاين، إيه خير إن شاء الله، بس ما استمريت لشهر أو شهرين. صحيح. وبعدين هالصفحة عطيتها لمين ما كان يديرها، وبعدين الريتش نزل ونزل الانتراكشن بيني وبين المتفاعلين على الصفحة، هذا ما له تصوير. أكيد ورد، يعني مثل ما قلت إنه بده يعمل مشروع إن كان حتى على الإنترنت بدك تعتبره إنه هو مشروع مثله مثل المشاريع على أرض الواقع. يعني الأهمية الاحترام المتبادل بينك وبين الأشخاص يلي عم يشوفوك، بدك تكون بروفيشنال بكل الخطوات يلي بدك تعملها، وإلا رح يصير بالنهاية مثل ما ذكر ورد.